وزير الخارجية المصري ونظيرته السودانية دعوا مجلس الأمن للتدخل وإعادة الأطراف لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد. للمزيد من التحليل بيشاركنا عبر سكايب الدكتور هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة أخن الألمانية. برحب بك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى صباح المصريين النور. جميعا. جهد دبلوماسي كبير جدا قامت به مصر خلال العشر سنوات اللي فاتت، توج من خلال أداء رفيع المستوى لوزير الخارجية المصري، يمكن كلنا تابعناه بالأمس، تحدث فيه بكل شجاعة عن موقف ورؤية مصر، تحدث فيها أيضا عن كافة الإشكاليات. يعني شفت يعني أهمية هذه الكلمة إزاي؟ وأعتقد أنه الرسالة واللهجة واللغة وصلت للطرف الآخر. الحقيقة أنا يعني سمعت الكلمة، والحقيقة الكلمة كانت مميزة جدا وعكست 10 سنوات من المعاناة مع الجانب الإثيوبي في طريقة التفاوض، الانسحابات المتكررة من كل ما يتم الاتفاق عليه، وده اللي بيسبب رجوع المفاوضات دائما إلى نقطة الصفر. الحقيقة التاريخ بين حاجات كتيرة تم عرضها امبارح، من بداية تدشين السد بشكل أحادي وما تلا ذلك من تراجع عن توصيات اللجنة الدولية للخبراء، اللي طبعا وصت بإعادة النظر في أمان السد وإعادة النظر في التخزين، طريقة التخزين وطريقة الإدارة، وإسناد ذلك إلى استشاريين. وطبعا إثيوبيا لم تنفذ كل ده، واتكلم عن تراجع إثيوبيا في خطوات كان تم الاتفاق عليها زي اللجنة العلمية اللي كانت اتفقت على 4 مبادئ وتراجعت إثيوبيا عنها، واتكلم أيضا عن تراجع إثيوبيا عن اتفاق واشنطن. الحقيقة كلامه كانت كافية إن هي ترسل كل الرسائل اللي مصر تريد أن ترسلها إلى أعضاء مجلس الأمن، والحقيقة تدين إثيوبيا في تراجعاتها وتدين إثيوبيا في تعنتها، وخصوصا الإجراءات الأحادية. الإجراءات الأحادية بما فيها الملء الأول والملء الثاني، وخصوصا الملء الثاني، والخطاب الذي أرسله الوزير الإثيوبي إلى نظيراه المصري والسوداني، وده الحقيقة اللي اتكلمت عنه الوزيرة السودانية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. وخليني أقول لحضرتك، يمكن لسه الإعلام ما اتكلمش عن الموضوع، بس بالأمس قبل الجلسة بساعة أصدر الاتحاد الأوروبي بيان إدانة للملء الثاني، وعشان كده بقول إن أنا أتفق مع الوزيرة الإثيوبية أن خطاب الوزير الإثيوبي للوزيرين المصري والسوداني الحقيقة أفاد مصر وفاد السودان في هذا التوقيت، وبين بالدليل وبين بالورق وبين في وقت حاسم قد إيه إثيوبيا متعنتة وقد صحيح. إيه إثيوبيا مصممة على الإجراءات الأحادية. يعني بالمناسبة دكتور هاني، ربما وإحنا بنتكلم عن موقف السودان وكلمة وزيرة خارجية السودان بالأمس، ربما تغير موقف السودان هو لم يلحق بمصر، ولكن هي عايشة الأضرار. يعني هو كان ناتج، أو هذا التغير في موقف السودان اللي احنا شاهدناه خلال الفترة الأخيرة ده، بسبب الأضرار اللي لحقت بيها بسبب سد إثيوبيا. ده حقيقي بالظبط. هو فعلا السودان شاهد في العام الماضي الحقيقة كل ما يمكن أن تشاهده دولة تجاور دولة متعنتة، خصوصا في إدارة المياه. إثيوبيا ملت السد في الملء الأول هو العام صيف 2020 بدون أي تشاور مع مصر أو مع السودان، بدون أي تبادل للبيانات، وخطورة هذا الأمر بالنسبة للسودان مختلف عن مصر. التأثير في السودان هو تأثير مباشر، حتى في الوقت بيكون قليل جدا عشان الإخوة في السودان يشوفوا تأثير السد عليهم، لأن السد يقع على الحدود السودانية الإثيوبية، وبالتالي أول سد في السودان موجود على بعد فقط 100 كيلو متر من السد الإثيوبي، وإحنا بنتكلم على سد الرصيرس السوداني، وهو سد رمالي أو سد تربة ترابي سهل التأثير عليه وسهل تعرضه لانهيارات أو تصدعات. وبالتالي إثيوبيا عندما تحجز كمية مياه تصل إلى 4 مليار في فترة قصيرة جدا،
ده طبعا سبب هبوط مستويات المياه بشكل حاد جدا في السودان، وبالتالي لن تستطيع محطات الشرب في السودان على أن تضخ المياه المطلوبة للشرب، وعجزت الخرطوم عن إمداد السكان بمياه الشرب لعدة أيام. وطبعا تخيلي حضرتك أن كل البيوت في مدينة كبيرة زي كده ما يوصلهاش مياه شرب لعدد من الأيام، بدون توقع، بدون تخطيط، بدون أي حاجة. ومع ذلك بعد انتهاء الملء الأول أطلقت إثيوبيا المياه، فحصل إن زيادة وسوء الفيضان، لأن كانت السنة فيها أمطار كتيرة، فحصل فيضان في نفس العام في نفس الصيف. وبعد ذلك فتحت إثيوبيا الفتحات السفلية، تسبب في تلوث المياه اللي بتروح للشرب وبتروح للإخوة في السودان. فشوفي حضرتك كل التأثيرات دي في خلال عدة أسابيع في صيف واحد في بداية أول ملء. صحيح. وطبعا السودان أدرك مدى صعوبة الموضوع وخطورته على الأمن والسلم في السودان، وبالتالي نفس الوضع في مصر. الأضرار بقى على مصر، الأضرار المائية اللي هتقع على مصر في حالة طبعا يعني اكتمال الملء الثاني واستمرار التعنت الإثيوبي. في حضرتك لازم نقول أن النيل الأزرق الذي يقع عليه السد الإثيوبي مسؤول عن تدفق 60% من المياه المصرية، يعني كل متر مكعب بيجي لنا في مصر 60% منه جاي من منطقة النيل الأزرق. وبالتالي إذا حد بنى سد على المكان ده اللي هو السد الإثيوبي، معناها إن هو بيخصم من أو من ال 60% اللي بتخص مصر. فكل متر مكعب أو كل مليار متر مكعب يتم خصمه في سد النهضة هو خصم من مخزون السد العالي. ولكن بنقول في نفس الوقت السد العالي هو حصن الأمان لمصر، السد العالي هو سعته كبيرة تستطيع حماية المصريين لعدد من السنوات، بمعنى أن التأثير موجود، التأثير مصر متراكمي، بمعنى أن هو قد يشعر به المصريين في السنوات القادمة إذا حدث جفاف أو نقص في المياه الواردة من الأمطار، بالإضافة طبعا للتخزين، فيكون التأثير شديد جدا على المصريين. ولكن مش السنة دي، لو استمرت إثيوبيا في هذا التعنت والإجراءات الأحادية سيشعر المصريين بمجرد ما يأتي أول جفاف ممتد في السنوات القادمة. ومعروف أن نهر النيل فترة فيضان وفترة جفاف، فأكيد الفترة دي هتيجي، ما أقدرش أقول لحضرتك إمتى، ولكنها يعني ستحدث. هتؤثر لذلك لابد وهتضر من سواء وصول على الجفاف. المدى القريب أو حتى المدى البعيد.